الرسم العثماني. الرسم العثماني هذا العلم، هذا العلم يدرس المصاحف وفق الهيئة التي كتبها الصحابة في زمن عثمان رضي الله عنهم أجمعين. لا يهم هذا العلم ما أضيف إلى المصحف من نقط الدؤال درسناه أمس وأول أمس، وشكل الخليل ونقط الإعجام وعد الآي وتجزئة المصحف، هذا كله لا يهمه. ما يهمه هو ما رسمه الصحابة رضي الله عنهم، يدرسون هذا فقط، هذا العلم. هذا العلم ركنه الركين، الآن حاولوا أن تضبطوا ما أقول، ركنه الركين كل مباحث هذا العلم، مقدماته، مسائله، مباحثه، خاتمته، كل أحكامه قائمة على هذه الظواهر. فينبغي لنا أن نعرف هذه الظواهر، نسميها ظواهر الرسم العثماني. ضعوا عنواناً، عنوان ظواهر الرسم العثماني. وظواهر الرسم العثماني تنقسم إلى قسمين. لماذا سميناها ظواهر؟ سميناها ظواهر لأنها لفتت انتباه العلماء، لفتت انتباههم في المصحف الشريف، فقام العلم، هذا العلم كله قام على أساسها. هذا العلم يتتبعها، يصنفها، يوجهها، يبين حكمها، يبين اختلاف المصاحف فيها، كل العلم قائم عليها. لهذا ينبغي أن نعلمها، ثم أحدثكم أشياء أخرى عن العلم وأتجاوز إلى علم آخر. ظواهر الرسم العثماني تنقسم إلى قسمين. أول هذا القسم هو مخالفة الرسم لللفظ. مخالفة الرسم لللفظ، ما معنى هذا الكلام؟ ونحن نقرأ في المصحف الشريف، ألم تلاحظوا أن أحياناً المكتوب يخالف الملفوظ؟ مثلاً ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، ولا مثلاً الصلاة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذا هو الملفوظ. لكن المكتوب يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، صح؟ هكذا مكتوبة في المصحف، انظروا في المصحف. مثال آخر، كلمة أولئك في المصحف الشريف، لاحظوا اللفظ أولئك، همزة لام أولى، أولئك. لكن في المصحف مش مرسوم، ماذا مكتوب؟ أولئك بعد الهمزة واو، أولئك. إذن المكتوب يخالف أحيانا الملفوظ. وأول من لاحظ هذا هو إمامنا عثمان رضي الله عنه، لما أتم الصحابة نسخ المصاحف عرضوها على عثمان رضي الله عنه، فقال إني أرى لحونا. اللحن في لغة العرب هو العدول، العدول عن الشيء هو اللحن، فالعدول عن الصواب إلى الخطأ لحن، والعدول في القبر من الوسط الذي يسمى الشق إلى الجانب يسمى ماذا؟ اللحد. والعدول عن الصواب في أسماء الله الحسنى يسمى كذلك لحدا ولحنا. إذن فاللحن هو العدول. عثمان يقول إني أرى في المصاحف لحونا، أي عدولا عن الملفوظ. إني أرى لحونا ستقيمها العرب بلسانها، أي أني أرى مخالفة بين المكتوب والملفوظ، والأصل هو الملفوظ، العرب ستقيم ذاك باللفظ، اللفظ هو الأصل. إذن ظواهر رسم العثماني تنقسم إلى قسمين، أول هذين القسمين مخالفة الرسم لللفظ. ومخالفة الرسم لللفظ خمسة أقسام وخمسة أنواع، تذكروا وضعنا عنوانا، هذا العنوان هو ظواهر الرسم العثماني، وسميناها ظواهر الرسم العثماني لأنها لفتت انتباه العلماء، ولأن هذا العلم قائم عليها بكل مباحثه بكل مسائله. وقسمنا هذه الظواهر إلى قسمين، القسم الأول مخالفة الرسم لللفظ سنفصل فيه، والقسم الثاني سنؤجله واختلاف المصاحف. إذن أبدأ بمخالفة الرسم لللفظ، شرحتها والآن سأذكر أنواعها. النوع الأول أذكرها خمسة ثم أشرحها: الحذف، الزيادة، البدل،
الوصل والفصل، خمسة. ما معنى الحذف؟ الحذف هو أن نحذف من الرسم، من الكتابة، من المصحف ما هو ثابت في اللفظ. لي قرأوا بحفص، يقولون مالك يوم الدين، مالك بمد الميم مالك، لكن في المصحف الإمام لا يوجد ألف، هذا حذف. نحن كلنا نقرأ العالمين بمد العين، لكن في المصحف لا وجود للألف. السماوات نمد الميم والواو، لكن لا وجود في المصحف للمد، هذا يسمى الحذف. الآن الزيادة هو أن أزيد شيئا في المكتوب في المصحف غير موجود في اللفظ. ومثلت لكم بأولئك، اسمعوا، أولى، أولئك، همزة لا مباشرة، لكن في المصحف بعد الهمزة واو، أولئك في المصحف. نحن لا نقرأ أولئك، وإنما نقرأ أولئك، هذه الواو زائدة، وستجدون علامة زيادة عليها. لأدبحنه فيه ألف زائدة، لا نقرأها لكنها موجودة زائدة. البدل، البدل هو أن نجد في المكتوب في المصحف رمزا أو علامة مغايرة للملفوظ. ومثلت لكم بالصلاة والزكاة، المرسوم واو والملفوظ ألف. ضحاها، ضحاها مثلا، المرسوم ياء، مكتوب ياء، لكن نحن نقرأ ألف، ضحا، لكن المكتوب ضحي، ياء. إذن هذا هو البدل. الوصل هو أن أصل في الرسم ما هو مفصول في اللفظ. نقول مثلا بئس ما تعبدون، بئس كلمة وما كلمة أخرى، لكن في المصحف وصلتا. أو الفصل مثلا، ولا تحين مناص مثلا، تحين عند البعض كلمة واحدة لكنها فصلت في المصحف. إذن هذه هي الأقسام الخمسة لمخالفة الرسم لللفظ. الآن اختلاف المصاحف، القسم الثاني من ظواهر رسم العثماني، واختلاف المصاحف. نذكركم عنوان ظواهر رسم العثماني، ديروا سهمين أي انقسمان إلى قسمين، مخالفة الرسم لللفظ واختلاف المصاحف. مخالفة الرسم لللفظ خمسة: الحذف، ديروا مثال مالك، الزيادة مثال أولئك، البدل مثال الصلاة، الوصل مثال بئسما، الفصل مثال ولا تحين مناص. الآن اختلاف المصاحف، لن أذكر اختلاف المصاحف إلا أمرين اثنين. واحد: كم نسخ عثمان رضي الله عنه من المصاحف؟ واحد أم عددا؟ عددا. هذه المصاحف كلها متطابقة؟ لا. مثلا مصحف مكة في الآية 100 من سورة التوبة، فيها تجري من تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار. باقي المصاحف بما فيها المصاحف التي نقرأ بها نحن اليوم، مصاحف المدينة ومصاحف الكوفة وهكذا، تجري تحتها الأنهار. مثلا لو تلاحظون بين مصحف الذي تقرأ به رواية ورش والذي نقرأ به رواية حفص، في أحدهما وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، النصف في آل عمران وسارعوا، وفي الآخر سارعوا بلا واو. إذن هذا الخلف الأول، اختلاف مصاحف الأمصار فيما بينها، فعلماءنا عددوها، تتبعوها واحدة واحدة. اثنين: في المصحف الواحد، في مصحف واحد، كلمة رحمة، كلمة كلمة، امرأة، تجدون أحيانا امرأة، امرأة العزيز، امرأة، بينما أحيانا امرأة بالهاء، كلمة بالتاء، كلمة بالهاء، رحمة بالهاء، رحمة بالتاء، كتاب بإثبات الألف، كتاب بحذف الألف، ميعاد بإثبات الألف، ميعاد بحذف الألف، وهكذا. كلمة واحدة إلا أن رسمها يختلف من موضع إلى موضع آخر في المصحف الشريف. علم الرسم ماذا يصنع؟ يتتبع هذه الظواهر كلها. كل حذف موجود في القرآن يسجلونه، كل زيادة يسجلونها، كل بدل يسجلونه ويصنفونه ويدرسونه. إذن هذا هو علم الرسم العثماني.